يا سلام، بيض الله وجهك. مقنعة، إجابة مختصرة ومقنعة. الله يسلمك، بيض الله وجهك. ها؟ أبو أحمد، والله شغل مرتب. سلام عليك. متعوب عليه. نثري. خبرنا شو حطيت هنا؟ الحين حطيت الرز عليه، وقبله اللي هو شو المكونات حطيتها؟ بصل. بصل وزبدة وبهارات وملح، واللي هو اللحم. واللحم المفروم وهذا الموزيلا، وبعدين حطيت عليه الرز. موزيلا ولا بازيلا؟ بازيلا. موزيلا. طيحت امسعت. طيحتنا الله. ايش رايك بس ابو الربع؟ حطونا بليه هنا، حطونا شيء. انتم متكسره عندكم هنا، تاكلون المتسابقين ياكلون الخشب اللي هنا. من المقدمين. رحم والديكم. رحم المقدمين. محمد كيف حالك؟ طيب. طيب حبيبي اسمع سؤال. قول يا الى اين ستصل الى وجهتك؟ الى ما لا نهايه. طيب. طيب محمد طيب يا وش تطمح له بعد انتهاء البرنامج؟ اطمح له والله الطموح، سقف الطموحات عندي عالي يا ابو سعد. اي واطمح ان شاء الله ان بنحط مويه عند ابو علي. ابو علي بس خلصت المويه؟ اي زين يا ابو سعد، اطمح له طال عمرك اني ان شاء الله اني من زود في زود في المجال الاعلامي. اطمح اني المشروع خاص بيكون شيء جديد، شيء في مجال الاعلام بيكون. يا سلام ان شاء الله. يا سلام يا سلام. موضوع بسيط كذي، مشروع حلو ولطيف، صغير وقوي. ايه؟ ان شاء الله. مضبوط. واني اتواجد في السوشيال ميديا بقوه، بشكل مستمر. بقوه. اي بشكل مستمر بامر الله. اي الله يوفقك. اللهم امين. ان شاء الله يا ابو سعد كل خير. تستاهل الطيب. لا فخورين فخورين الله يطول عمرك. طيب فخور بامثالك. طيب محمد ابو سعد، هل ممكن نشوف محمد بيوم من الايام هنا مقدم في قناه الواقع؟ في قناه الواقع؟ نعم ليش لا؟ طموح موجود وان شاء الله تكون الكفاءه موجوده بعد. ايه بامر الله. يا سلام. ان شاء الله ان ايوه خلاص عبد الخالق، ان شاء الله ان الطموح موجود وانا ما قلت لك. اي الكفاءة موجودة والخبر ان شاء الله انها تكون موجودة. يا سلام. ومفلح ان شاء الله يكون موجود. باذن الله يا حبيبي، الله يوفقك يا محمد وتستاهل كل خير. ولكن ترى باقي 15 دقيقة. خلاص انا هني 15 دقيقة يا شباب. اي 15 دقيقة. الله يقويكم. امين ان شاء الله. 15 دقيقة عبود وش اسمه نشوف الطبختين جاهزة. طيب